السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمرو عصام من قناة وأمان. النهاردة عندنا تاني يوم من مباريات الدوري المصري الموسم الجديد 2023-2024، والنهاردة كان عندنا ماتشين مهمين. أول مباراة كانت ما بين فريق زد الصاعد حديثا للدوري المصري أمام فريق الإسماعيلي. المباراة انتهت بفوز فريق زد بهدف دون رد. يعني الحقيقة إن فريق زد من الفرق الصاعدة، بس عندها تشكيلة تقيلة، يعني مش الفرقة اللي هي صاعدة وهتنزل تاني، لا، الفريق ده صاعد ومن تشكيلته كده هو عايز يكمل. عنده شادي حسين، عنده مصطفى سعد ميسي، عنده محمد سمير في الدفاع، عنده علي لطفي، عنده تشكيلة كبيرة. يعني الفريق ده عايز يكمل في الدوري، وبان من الشوط الأول إن هما لعبهم بيلعبوا لعبة حديث فعلا، مش العك اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري، لا، الفريق ده يعمل مستوى حلو في الدوري. في الدقيقة 25 شفنا مصطفى سعد ميسي سجل الهدف الأول لفريق زد بعد خطأ فادح من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي. زي ما انتم شايفين كده، أحمد عادل عبد المنعم مع الكورة، شادي حسين جه ضغط عليه، ارتبك الحارس، راح بصال مين؟ بدل ما يبصال لاعب الإسماعيلي بصاها لمصطفى سعد ميسي. مصطفى سعد ميسي لما صدق راح خد الكورة ركنها على شمال أحمد عبد المنعم في حتة مش متوقعة، المتوقع إن الأشول بيركن بعيد، لا، هو عكسها وشاط عكس المتوقع، فالحارس طبعا ما يقدرش يصدها. وفي الدقيقة 51 جه الفرصة للنادي الإسماعيلي إن هو يتعادل في المباراة، وجاله ضربة جزاء. يعني إبراهيم نور الدين حسب ضربة جزاء، يعني في اعتقاد إن هي مش ما تتحسبش يعني، بس أهي الحكم حسبها ضربة جزاء وفرصة لنادي الإسماعيلي إن هو يتعادل. نفذها عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، سددها على شمال علي لطفي، أرضية تصدى ليها علي لطفي وحافظ على فوز فريقه بهدف دون رد. فريق زد فاز بالهدف اللي سجله مصطفى سعد ميسي، ورجل المباراة هو علي لطفي. تاني مباراة عندنا هي مباراة الأهلي والمصري. المباراة انتهت بفوز ساحق للنادي الأهلي برباعية نظيفة وتألق للصفقات الجديدة إمام عاشور ورضا سليم. مودست النهارده ما أثبتش نفسه قوي، كان في انفراد ضاع وكده، فما أثبتش نفسه، لا، لسه جاي يعني بقية المباريات ممكن يثبت نفسه، لكن النهارده لا، مش هو الصفقة اللي احنا متوقعينها. عندنا في الدقيقة 44 في نهاية الشوط الأول رضا سليم اللاعب المغربي قدر إن هو يسجل أول هدف للنادي الأهلي بعد أسيست من إمام عاشور، صلحها له إمام عاشور. رضا سليم إدى تسديدة صاروخية على يمين محمود جاد، ما قدرش يصدها لأن كرة يعني صعبة، كرة صاروخية. كده الشوط الأول انتهى بهدف دون رد. في الشوط الثاني في الدقيقة 52 شفنا طرد باهر المحمدي مدافع نادي المصري، خد الإنذار الثاني، إمام عاشور لبسه الإنذار برضه، دخل سبرنت كده إمام باهر المحمدي، يعني هو الزحلق لمس في رجل إمام عاشور اليمين فاتكعبل، فالحكم ده الإنذار الثاني وطرد باهر المحمدي. طبعا الدفاع كده بقى مكشوف لنادي المصري. في الدقيقة 69 شفنا الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو، أسيست من محمد هاني، عملوها وان تو مع بعض، خد على شماله وده على يمين محمود جاد، طبعا صعب ان هو يصدها. بيرسي تاو دي تخصص ان هو بالشمال يحطها في البعيدة، صعب على الحارس ان هو يصدها. في الدقيقة 74 بعد الهدف الثاني بخمس دقائق بيرسي تاو قدر ان هو يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي بعد اسيست اكتر من روعة لامام عاشور من قبل نص الملعب. امام عاشور ادى كورة طويلة لبيرسي تاو، بيرسي تاو فتح سبرنت عكس الاتجاه قصاد حسين السيد. حسين السيد طبعا هو ما قدرش انه يقفل على بيرسي تاو لانه صعب ان هو يوقف مهارات بيرسي تاو. برضه نفس التسديده بتاعت الجون الثاني، حسين السيد لمست فيه ودخلت، ما قدرش ان هو يصدها برضه محمود جاد. وفي الدقيقه 88 كريم فؤاد قدر ان هو يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي بعد اسيست من احمد عبد القادر، وان تو مع بعض كده، احمد عبد القادر اداها بالكعب بطريقه يعني اكتر من روعه بوش الرجل كريم فؤاد، اداها في نص الجون. محمود جاد قال خلاص، ما هي بايظة، راح الكرة فلتت من ايده تقريبا، الكرة سخنة عليه فعدت منه، يلا مش هتفرق 3 من 4. فجون غريب ان هو دخل في محمود جاد، يعني هي مش هتفرق 3 من 4 كده كده هم خسرانين، فعادي. وانتهت المباراة بفوز فريق الاهلي برباعية نظيفة.
بكده النادي الاهلي هو المتصدر لحد دلوقتي فرق الاهداف، لان امبارح طلائع الجيش غلب البنك الاهلي بهدفين دون رد، النهارده الاهلي فاز على المصري ب4 اهداف لا شيء.